شيماء خانم تقبلي تتزوجيني؟ خلص معلش بكوي له القميص وبس يفكر انه يرجع لعندي بعطيه. الو نعم. الو مدام شيماء مرحبا. مرحبا. عندي لك خبر حلو، لقيت لك زبون للبيت. والله عن جد كثير منيح. بكره جايين يشوفوا البيت. انا بعثت لهم الصور وقال كثير عجبهم. يعني في احتمال كبير انه يشتروا فورا. طيب منيح، معناها بكره ناطرتكم. تفضل. مدام شيماء صباح الخير. أنا رح أعرفك على السيد أركان وناهد زوجته، هن حابين يشوفوا البيت تبعك، حكينا على التليفون امبارح إذا متذكر. إيه طبعًا، تفضلوا فوتوا. شرفوا، شكرًا. بس لحظة، ما تواخذوني، بدي أعزبكم معي. كثير آسف. شو القصة؟ إيه معلش. البسوا برجليكم هدول الأكياس. معلش أنا بس موسوسة بقصة النظافة. ولي. تفضلوا هدول إلك. لأنه الجو مليان وسخ وغبرة. ماشي ولي. بعتذر منكم. بسيط. لا 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 لحظة مو هيك. شوفي. لا مو فوق البوت، يعني قصدي شلحي من رجلك قبل والبسي. هلأ صار فينا نمشي بالليل؟ ايه طبعاً تفضلوا. تفضلوا. ايش نبلش من هاي الغرفة؟ هاي الغرفة لبنتي الوحيدة. يا ترى قديش عمرها بنتك؟ 17 سنة وهي اسمها مهجة. حلو كتير. ونحن جايتنا بنت إن شاء الله. وحامل بنوتة كمان؟ وأنا لما اشتريت هذا البيت كنت حامل كمان. مهجة بنتي الوحيدة، ولدت هون وربيت هون. يلا تفضلوا معي. شرفوا. شكرا. تفضلوا. تفضلوا من هون. وهذا المطبخ. تفضل. تفضل. يمكنك الاشتراك في قناتنا لمشاهدة المزيد من مقاطع الفيديو وتشغيل الإخطارات لتكون أول من يشاهدها.